بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الامتحان الشامل يا شباب، الامتحان الشامل رقم 2 الموجود في صفحة 65 في كتاب All in One. طيب كده احنا حلينا امتحانين من الامتحانات الجزئية وامتحانين من الامتحانات الشاملة، 4 امتحانات في الكتاب. تعالوا بقى نبدأ كده، بسم الله، نحل أول سؤال. بيقول He had great support from his fellow، لقد حصل على دعم كبير من his fellow، ده اللي هو رفيقه. السينم الخاص بكلمة فيلو، فيلو معناها رفيق. يعني تعال نشوف بقى ايه الكلمة اللي بتساويها. أول واحدة كده كلمة كامبانيون، دي معناها رفيق، وهي بالتالي كده تنفع الإجابة. الكلمة التانية كلمة فو يعني عدو، طبعا دي معناها عدو، زي كلمة ريفل بالظبط، زي كلمة انمي. الثلاث كلمات دول هم الثلاثة بالترتيب كده معناهم عدو. احنا عايزين كلمة رفيق أو صديق، يبقى المفروض كامبانيون. الجملة التانية A strict curfew has been imposed from 9 down due to COVID-19 pandemic. بيقول لك إن حصل حظر تجول صارم يعني من الساعة 9 لحد آخر اليوم بسبب فيروس كورونا، أو طبعا وباء كورونا. الأنتونيم عكس كلمة استريكت، استريكت دي معناها صارم، عكسها مرن. طبعا كلمة هارش وفيرم وطف هما التلات أصلا معناهم صارم، عكسهم بقى فليكسيبل يعني مرن. أجاثا كريستي is the queen of English crime. إيه؟ أجاثا كريستي دي هي الملكة بتاعة الإنجليش كرايم فيكشن، يعني الخيال العلمي الإنجليزي. Almost a car in the park was new. انتبه معايا في حته كده، انت عارف ان almost دي دايما بفكر بعدها في حاجه من الاثنين، اما all او every، بس بشرط ان all دي عايزه بعدها يكون في فاصل. اقول لك مثلا almost all the food, almost all the team, almost all the cars. هنا مفيش فاصل فما ينفعش افكر في كلمه all، وبالتالي الاجابه هنا every. اقول تاني، لما يكون قدامك almost فتفكيرك بيروح على all و every مباشره. all عايزه بعدها فاصل، لكن every بتيجي من غير فاصل. سعود not remembered our phone number because ده سعاد دي بقى because she called us today، هي اتصلت بينا النهارده، يبقى اكيد عرفت رقم تليفوننا، يبقى اكيد دي اللي هي must، فنقول must have remembered. يبقى سعاد اكيد تذكرت الرقم لان احنا النهارده لانها بتتصل بينا، فده معناها ان هي عارفه. في رقم 6 بيقول لك she not dirty trick يعني حيله قذره يعني on me by telling me Dina was having a party when she wasn't. هي قالت لي ان دينا عندها حفله بالرغم ان هي اصلا ما كانش عندها حفله، يبقى كده لعبت عليا لعبه. ويلعب لعبه او يعمل خدعه اسمها بلاي اتريك، واحنا هنستخدم بلاي اتريك. عايز تاخد بالك ان اسمها بلاي اتريك اون، يعني يلعب لعبه على او يخدع. The dentist told me that he able to treat me until the next day. دكتور الاسنان اخبرني ان هو سوف لا يكون قادرا على ان يفحصني لحد the next day. The next day ده مستقبل، فالمفروض الجمله الاصليه كانت بدل next day tomorrow، وتمر معاها ويل، ولما نحول هنحول ويل الى وود يبقى وودنت بي. ترجم معايا تاني، دكتور الاسنان اخبرني انه سوف لا يكون قادرا على ان يفحصني حتى اليوم التالي. انتبه ان هنا كان عشان كلمه ذا نيكست داي فهناخد وودنت بي، لكن لو بدل ذا نيكست داي ذا بريفيوس داي فكنا نستخدم هادنت بين ايبل تو، وهيبقى معناها ان هو لم يكن قادرا على فحصي اليوم الماضي. ماي نيو تراوزرز ار تو لونج، البنطال ده طويل جدا. الطويل اللي نعمل فيه ايه؟ نقصره. So my mother is going to، يبقى قصير شورت يقصر شورتن، يبقى شورتن دي. خد بالك ان كلمة برودن دي معناها يوسع، زي كلمة وايدن بالظبط، وديبن يعني يعمق. خد بالك الشيء العميق عكسه شالو، S H A L L O W، شالو دي معناها مسطح او غير عميق. I shall never forget the place where I up، انا لابد ان لا انسى المكان الذي تربيت فيه. تربيت دي يبقى طبعا انت عارف كلمة برينج اب يعني يربي، طب ربي يبقى ووز بروت اب، يبقى ووز بروت نمبر سي. وعايز تاخد هاد كان المفروض تقول هاد بين بروت اب، لانك بتقول المكان الذي ربيت فيه او ربيت فيه باللغة العربية. ذا كوميوترز اللي هم المسافرين المنتظمين وير ستراك او ستاك انتو ذا مترو، كانوا لازقين في بعضهم وفضلوا عالقين في الفن في المترو لمدة 3 ساعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي اللي احنا عارفين اسمه باور كات، ولازم نحفظ الكلمة دي كويس عشان بتتكرر كتير. باور كات يعني انقطاع التيار الكهربي. He was an effective a politician but he had no ambition to become a party leader. هو كان عضو من اعضاء البرلمان المؤثرين بشكل كافي. ولاحظ ان كلمه effective دي صفه، وصفه ما ينفعش نجيب بعدها so، احنا بنجيب so وبعدين الصفه، وبنجيب such او an وبعدين صفه، الصفه تبقى هنا كده to برضه بعدها صفه وبعدين to. اذا الثلاثه دول محتاجين بعدهم صفه، الوحيده اللي بتيجي قبل الصفه بعد الصفه هي كلمه enough. لما هو effective enough يعني كان عضوا مؤثرا بقدر الكافي، لكنه لم يرغب ابدا في ان يكون رئيسا للبرلمان او للحزب. I certainly haven't reached the summit of my A. I need to work hard. انا لم اصل ابدا لقمه الحياه المهنيه بتاعتي، لقمه مهنتي، فلابد ان ابذل قصيرا من الجهد. Confession دي الاحتراف، الاعتراف، وprecision اللي هو الموكب، وconfusion الارتباك. I met my friend علي yesterday، قابلت صاحبي علي امبارح.
I him since we were in Alexandria last summer. أنا لم أقابله منذ كنا في الإسكندرية الأسبوع الماضي. عايزك تتخيل معايا كده إن الجملة الأولانية دي مش موجودة. لو الجملة دي مش موجودة فحضرتك هتستخدم هنا مضارع تام. لو الجملة اللي أنا عملت عليها دايرة دي مش موجودة ناخد مضارع تام. لكن لما يكون في الأول جملة زمانها ماضي وبعدين جملتين مع سنس ناخد ماضي تام اللي هو هادنت مت. طيب إيه العبرة في كده؟ العبرة في كده إنك أنت بتقول لي أنا قابلت صديق علي إمبارح. قبل امبارح بقى كل الايام اللي قبل امبارح دي ما كنتش قابلته. طب قبل امبارح ده ماضي ولا مضارع؟ لا ماضي، عشان كده ناخد هادنت مت. الجمله دي بالظبط زي الجمله بتاعت ايجيبت كواليفايد، وانا هكتبها لك سريعا كده وبعدين نرجع مع بعض تاني. لو بصيت معايا في الجمله اللي كتبتها لك تحت دي بيقول لك هنا Egypt qualified to the finals in 2006. مصر تأهلت للنهائيات في 2006. It hadn't qualified since 2000. بالرغم ان هنا في قدامي since لاني قبلها خدت ماضي تام مش مضارع تام، لانه ذكر لك في الاول كده جمله زمانها ماضي وبعدين افترض عليها او استخدم عليها since. انت بتقول لي مصر تأهلت سنه 2006. بقول لك 2006 دي بقى قبلها كل اللي قبلها اللي هو الماضي ده ما كانتش اتأهلت خالص لحد سنه 2000. من سنة 2000. رودولف نوت ذا بروميس هي ميد تو روز. رودولف عمل ايه في الوعد اللي هو قطعه على نفسه مع روز؟ اسمها ان حطم بروك ذا بروميس، يعني اخلف وعده. ديستروي دمر فاود يعني اوجد. ذا ليدي نوت اوف ذا ميردر از سو تو بي انوسنت. المرأة التي تكون متهمة او المتهم المتهمة، يبقى المفروض نقول ويتش، المفروض نقول ويتش ووز او هو طبعا عشان ده عاقل. هو ووز سسبكتد، هنحذف هو ووز ونسيب سسبكتد لوحدها، يبقى سسبكتد بس اللي موجودة قدامك في الاختيارات. The lady suspected of the murder يعني المرأة التي اتهمت بالقتل يعتقد أنها بريئة. بعد كده 16. I was too tired to have the A to get out of bed. أنا كنت متعب جدا لدرجة إن أنا ما كنتش عندي الـ A إني أقوم من على السرير. أكيد الطاقة، الطاقة دي اللي اسمها إيه يا ترى؟ إنجين محرك، إنجين إنرجي طاقة، وإنجيجمنت اللي هو المشاركة أو الالتزام، وفايت اللي هو القتال أو الحرب. You change your wet clothes you will catch نيومانيا. النيومانيا دي طبعا البي سايلنت اللي هي التهاب رئوي. بيقول لك انت هتصاب بالتهاب رئوي لو انت مش غيرت ملابسك المبلوله، لو لم اللي هي انلس. طب ما هو كلمه ويزاود دي برضو معناها لو لم او بدون، بس حضرتك دي بيجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او اسم. نوبل برايز ار جيفن از ريكوجنيشن فور ورك. جائزه نوبل دي تعطى كتمجيد للعمل الريادي، يبقى بايونيرنج ورك. Since I graduated, I not in this bank. منذ تخرجت وأنا في هذا البنك، وأنا أعمل في هذا البنك. بداية since بيجي بعدها ماضي بسيط، فأنا محتاج هنا مضارع تام. طيب الـ I تاخد has معاها؟ لا ما ينفعش ناخد has، لأن المفروض نقول I have. وطبعا دي will مستقبل، وورك ده ماضي بسيط، إذا الإجابة هنا I have been working، ونفهم كده إن هو لسه شغال لحد النهارده. Have been working يعني ما زلت أعمل. There are unusual A that occur occasionally. هناك are دي جمع. هناك الكثير من اللي بتحصل بشكل منتظم. والله ار دي جمع فما ينفعش اقول فينومينون لان ده مفرد. طيب كلمه فونيتكس دي الصوتيات. طب فينومينا اللي هي الظواهر. هناك العديد من الظواهر اللي بتحدث بشكل مستمر. خد بالك ممكن نقول زير ار يوجوال فينومينا وزير از فينومينون. ان اي نوت اكار اكسيدنت وايل كامينج تو سكول. انا شفت، انا رايت. شوف انت بتقولي بالعربي انا رايت، راى يعني ماضي، فاي سو رايت حادث سياره وانا في طريقي للمدرسه. Oxford and Cambridge universities are internationally institutions. لو انت فاكر في الفيديو اللي فات بتاع الامتحان التاني برضو اللي كان جزئي اللي مرفوع حاليا على اليوتيوب لازم تسمعه، في الامتحان ده قلت لك ان الجامعات بنقول عليها respected لان هي محترمة لانجازاتها. الجامعات بتنشر العلم يبقى ده محترمة لانجازاتها respected. He not twisted. twisted past participle فما ينفعش افكر في should لان should ما عايزة بعدها اسم او ضمير وبعدين مصدر. طب وير اسم وضمير طول مصدر. طب اف هي نوت، لا لازم اف بعدها فعل مباشره، يعني فاعل بعدين فعل. يعني ثانيا انت كان المفروض تقول اف هي didn't twist، اذا الاجابه هنا هاد. ده رقم واحد كده وفقا لفهمك القاعده. الفهم الثاني بقى والطريقه الثانيه ان انت قدامك هنا would have past participle، يبقى دي حاله ثالثه. فانا محتاج مع الباست participle اللي قدامي ده هاد اللي هي هاد دي. The street was A with the sound of children playing noisy games. الشارع كان إيه بصوت الأطفال اللي بيلعبوا ألعاب فيها ضوضاء. Along يعني بطول، asleep يعني نعسان، وalive يعني حي أو منتشئ منتعش، وahead يعني الأمام. الشارع كان حي، شارع حي كده فيه دوشة الأطفال عاملاها. 500 جرامز is not kilo.
500 جرام دول يعدوا نصف كيلو، يبقى هاف ايه. وانا حافظ كويس المصطلح ده، عارف ان هاف ايه كيلو، هاف ايه جرام، هاف ايه سنتيمترز، مفيش حاجه اسمها هاف اوف ولا هاف بس لوحديها مع الكيلوهات والمعايير القياس. There is a 5 year age A between me and my friend and my wife. في بيني وبين زوجتي 5 سنوات. دايما العمر يا شباب لما يكون حد اكبر من حد في العمر او في الثقافه فاحنا بنسميها جاب. بيقول culture gap يعني فجوه ثقافيه، age gap يعني فجوه عمريه، اختلاف يعني فارق بين اثنين. difference اختلاف، وجيل ديت الرياح طبعا، وجيت بوابه. Have you really finished your homework؟ هل انتهيت بالفعل من اداء عملك؟ Okay. You can watch TV then. إذا يمكنك أن تشاهد التلفاز. إذا هل انتهيت بالفعل اللي هي already؟ طيب ليه مش يت؟ ما احنا بنستخدم يت في السؤال. احنا بنستخدم يت في السؤال في حالة انك انت عايز تبين تذمر، بمعنى هيقول لك Have you finished your homework yet? You should do it right now. لازم تعمله دلوقتي حالا، يبقى تذمر. The hostages اللي هم الرهائن case has been widely إيه بقى؟ حالة الرهائن، قضية الرهائن حصل لها إيه بشكل كبير؟ طبعا published يعني نشرت، او نشر يعني لو احنا عايزين نخليها معلوم، لكن نشر مجهول. publicized معناها اصبحت ذات شهرة اعلامية كبيرة، يعني كل الصحف وكل المجلات وكل الحاجات بتحكي عنها. طب ليه مش published؟ لو انت قلت لي حالة الرهائن published معناها ان هي كتاب ونشر، published معناها رسخ او بنى، وproduced انتج. our flight was cancelled، الرحلة الغيت. so we make alternative، alternative دي بديل زي كلمة replacement كده بالظبط. arrangements لازم نعمل ترتيبات بديله لان الرحله اللي احنا كنا مسافرين عليها الغيت. so we not make alternative، طبعا need انت دي نفي واحنا مش عايزين نفي، ده رقم واحد. ثانيا الجمله هنا was زمانها ماضي، فانت حضرتك بتحكي على جمله ماضي فهتاخد had to. معنى الجمله بقى الرحله الغيت فكان من الواجب ان نفعل ترتيبات او نقوم بترتيبات. I wish they all those annoying advertisements on the internet. بتمنى ان هم يعملوا ولا ما يعملوش اعلانات مزعجه على الانترنت؟ لا ما يعملوش، يعني اثبتوا ولا نفي؟ لا نفي، خلاص يبقى ده انتهاف. كل الباقيين مثبتين. القطعه بقى سريعا كده نقراها مع بعضينا عشان نشوف الاسئله. امتحانات لطيفه وسهله والدنيا ماشيه كويس ان شاء الله. Do you remember when the telephone used to be simple؟ هل فاكر ايام ما كان التلفزيون حاجه بسيطه كده؟ simple receiver يعني متلقي بسيط لل connected by a wire، متوصل بسلك زمان في الحيطه. And all you use it for is to make phone call. كل استخدامك للتليفون كان بس عشان تعمل مكالمة تليفونية. Today, new technology has changed the telephone and what people use it for. اليومين دول التكنولوجيا غيرت كل حاجة وغيرت استخدام الناس للتليفونات كمان. Using computers now and technology has given us an broad band connections. استخدام الكمبيوتر في الاتصالات أعطانا اتصال سريع and clearer ومحادثات أكثر نقاء over the telephone، باستخدام التليفون. Nowadays you people use telephones to do their banking، الناس بيستخدموا التليفون عشان يعملوا البانكينج. Rent video إن هو يستأجروا فيديو. And to buy things ويشتروا أشياء. You can use it to send letters and documents، بيستخدموه عشان يبعتوا الإيميل الخطابات والمستندات. Through phone lines by fax، باستخدام الفاكس. يبقى أنا عايز تفهم كده معايا واحدة بواحدة. الناس اليومين دول بيستخدموا التليفونات علشان يعملوا اكتر من حاجه، عشان يقوموا اول حاجه كده تو دو زير بانكينج ورنت فيديوز باي سينجس، وبعدين تو سند ليترز اند دوكيومنتس باستخدام الفاكس، اند نيو سيستمز افيلبل فور سندينج فيديو بيكتشرز اوفر ذا تليفون. يبقى كام حاجه كده يا عم الحاج عشان دي عليها سؤال؟ ادي واحده اثنين ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه، خمس حاجات. عشان ورا بيقول لك كام حاجه مذكوره لاستخدام التليفون. رقم واحد، رقم اتنين ركز معايا كده، بيقول لك بيستخدموا بيبعتوا الخطابات والمستندات باستخدام الفاكس. حلو، عشان عليها سؤال برضو. The most recent invention about telephones is that you don't need to be at home. احسن اختراعات اليومين دول عن التليفونات انك مش لازم تبقى في البيت or at the office او موجود في المكتب جنب السلك to use a telephone anymore. They are now mobile phones. اصبحت اليومين دول موبايلات، يعني معنى كده ان هو موبايل يعني تليفون بيتشال من غير سلك. which have no wires من غير سلك اهو. you can carry one، ممكن تشيل لك واحد، واحد من الايه يا ولاد؟ واحد من الموبايلات زي ما اتفقنا. in your pocket تشيل لك واحد في جيبك، or keep it in your car او ترميه على الطابلو بتاع العربيه. a call from mobile phone travels along radio waves to stations in different places. مكالمه هاتفيه من مكالمه من التليفون بتسافر من خلال الموجات الراديو لحد ما توصل المكان اللي انت رايحه اللي انت بعتها له. From there ومن هناك the radio signals is connected to the regular phone system. المعلومه اللي انت بتبعتها بتروح داخله في نظام التليفون بتاع الراجل اللي انت بعتها له. With a mobile phone anyone can drive and talk can also drive and phone. الواحد ممكن يتصل او يقود السياره ويتكلم في التليفون وهو ماشي. This means
less wasted time، ده معناها انك انت الوقت اللي مهدور بيكون محدود جدا وقليل. So when you are at the beach، لما تكون مثلا على الشاطئ، riding your bicycle او راكب عجلتك، there might be a call for you، ممكن يكون جاي لك مكالمه. The future may certainly witness، والمستقبل ربما يشهد تطور اكثر مجال الكمبيوتر. تعال بقى نشوف اول سؤال معانا كده في الاسئله ونحل السؤال ونحلله. The main idea of passage، القطعه دي بتحكي تحديدا is that computer have made telephone services، ان الكمبيوتر جعل خدمات التليفونات ايه بقى؟ faster and worse، اسرع واسوأ، لا مش اسوأ خالص. slower، ابطا، لا ده قال لك برود باند يا عم، يعني اتصال سريع المحتوى. quicker and more obstacles، يعني اسرع بس في عقبات، لا ما فيش عقبات، ده قال لك انت بترمي موبايلك على التابلو. يبقى faster and more efficient. How many uses of the telephone can you find in the passage؟ كم واحدة قلنا احنا عدناهم مع بعض قبل ما نيجي هنا؟ قلنا خمسة. Find the text word which means join، كلمة join يعني وصل، يبقى بتساوي كلمة connect أكيد. لكن fax دي يعني يرسل. What does the underlined word one؟ احنا قلنا one ده عايد على الموبايل فون، قال لك أنت ممكن يكون معاك one اللي هو موبايل فون لو أنت فاكر. أهي بقول لك you can carry one، وقلنا one دي احنا فضلنا نسحب فيها لما وصلناها موبايل فون. بعد كده بيقول لك have no wires، ما فيهاش سلك، هي مين؟ الموبايل فونز اللي هي رقم سي. people can send and receive letters and documents by، الناس ممكن تبعت الرسائل، تبعت وتتلقى الخطابات والمستندات باستخدام، ما دام خطابات ومستندات يبقى فاكس. according to the telephone او the message using mobile phones may time، لما نستخدم الموبايل ده بيعمل ايه في الوقت؟ بيوفر الوقت، يبقى save time. حتى هو قال لك في القطع هنا قال لك كده هو لك this means less wasted time، يعني وقت مهدور قليل، يبقى معنى كده انك انت بتوفر وقتك. The wires expect، the writers expect technological advance، بيتوقع ان technological advance، التقدم التكنولوجي في مجال التواصلات في المستقبل هيكون كبير، يبقى more. ده اخر جمله في الباراجراف. The tone of the writer implies that he or she modern technology، الكلام اللي بيتكلمه الراجل ده بيدينا انطباع عنه ان هو ايه بالنسبه للتكنولوجيا، بيرفض rejects ولا disregards، بيقلل من او يزدري، ولا ignore بيتجاهل، ولا support ده مؤيد وداعم بقوه، يبقى اكيد support اللي هي رقم دي. طيب رقم 40، an appropriate title، appropriate دي زي convenient لو انت فاكر اللي اخدناه في الامتحان اللي فات، الانجليز ده عامل زي الدايره بيلف حوالين نفسه، فاللي قبلك احفظه suitable و appropriate و convenient. العنوان المناسب للقطعه دي يا ترى؟ shopping past and present، التسوق في الماضي والحاضر، ما جابليش سيرة التسوق خالص. technology and communication، التكنولوجيا والاتصالات، اه هي دي بيحكي لك عن التليفونات وان احنا دخلنا الكمبيوتر في التليفون. طيب الترجمه بقى، تعالى بقول لك مين الصح ومين غلط. الاجابه الاولانيه هنا بقول لك تكرم الدوله كل عام الكتاب والعلماء المتميزين، الاجابه هنا في الاولانيه رقم سي. تعال نقراها عشان نميز الفرق. the state country honors the writers and distinguished scientists every year. طبعا المفروض كلمة the state أو the country، يعني المفروض في شرط هنا مايل. المهم دي الأولانية صح. الأول واحدة بقى the state country honor دي غلط. ليه غلط؟ لأن الدولة دي مفرد، فالمفروض كنا جبنا هنا honors آخر اس. طيب الجملة الثانية قال لك هنا last year، العام الماضي، هو قال لك الدولة كل عام يعني every year. طب رقم ده غلط، عشان كده قال لك the state country honored ماضي، وهنا في الجملة قال لك تكرم مضارع، يبقى كده صح. الجملة الثانية بقى بيقول لك في كل عام يأتي السياح لمصر ليستمتعوا بالجو الجميل في الشتاء. الإجابة هنا رقم A اللي هي every year tourists come to Egypt to join to enjoy the fine weather in winter. لاحظ إن winter فصل من فصول السنة، فناخد N. الجملة الثانية every year tourists came دي ماضي، ليه؟ في الجملة قال لك في كل عام يأتي مضارع، فكيم هنا بوظت الجملة. tourists come to Egypt to enjoy a fine weather، دي برضه مصيبة سوداء، إيه اللي فيها مصيبة؟ weather اسم لا يعد، فما ينفعش نستخدم A، يبقى A دي غلط، بوظت الجملة. طيب each year tourists come to Egypt to enjoy its fine weather on winter، يا عم الحاج ده winter ده الشتاء، المفروض نقول on ولا in فصول السنة معاها in، ثانيا المفروض نقول every year. الجملة اللي بعد كده التعليم بتاعت education ديت is the best investment، اللي هو استثمار يعني، in any country as it is the basis of every progress، هي أساس كل تقدم. الإجابة اللي هنا في دي رقم إيه اللي صح؟ إن التعليم هو أفضل استثمار في أي دولة لأنه أساس كل تقدم. رقم اتنين التعليم من افضل الاستثمارات، ما قالكش از وان اوف، قالك هو افضل الاستثمار. خد بالك في فرق بين انك تقول از ذا بيست انفستمنت او انك تقول وان اوف ذا بيست انفستمنتس، دي غير دي تماما. يبقى رقم بي غلط، ان التعليم هو افضل استثمار في اي ريف، حضرتك هو قالك هنا كانتري يعني دوله مش ريف. التعليم هو افضل استثمار في اي دوله لانه نتيجه كل تقدم، غلط. هو قالك هنا ايه؟ هو اساس التقدم.
الجمله اللي بعد كده ان المعلم او a teacher is like يعني مثل layer طبقه طبقات الارض. he or she is an encyclopedia موسوعه يعني بالنسبه لطلابه. الاجابه اللي في رقم 44 الاجابه هنا باء اللي هي بي يعني ان المعلم مثل طبقات الارض فهو موسوعه لطلابه. طب الاولى بقى غلط ليه؟ قال لك ان المعلم يحب طبقات الارض، هو ترجم لك كلمه لايك اللي معناها مثل ترجمها يحب. طب الثالثه غلط ليه؟ ان المعلم يحب برضه. طب يرجع المعلم لدائره المعارف لمعرفه طبقات الارض، طبعا دي هبده ملهاش علاقه بالجمله. عايزك تقرا معايا الصفحتين دول كده بقلبك وذهنك وعقلك وكل حاجه عشان تفهمهم. الصفحتين دول يا شباب انا لخصت فيهم خصائص المقال الجيد من اكتر من مكان، طبعا انا جبتهم من كتاب المعاصر ومن صفحات على الانترنت. المهم عايزك تركز شويه في الحاجات دي كده. اول حاجه كده بيقول لك what are the characteristics of a good essay، ايه هي خصائص المقال الجيد؟ اول حاجه كده لازم يكون عندك في المقال ده coherence. يعني ايه coherence دي؟ كلمه coherence دي معناها اتساق او دقه في الكلام، الكلام اللي انت تكتبه يكون متسق. يعني ايه متسق؟ يعني يكون كلام له علاقه ببعضه مترتب ترتيب منطقي. بمعنى بيقول لك ان essay should be organized logically، والكلام اللي انا عامل لك عليه باللون الغريب ده عايز تفهم انك ساعه ما تلمح الكلام ده يبقى انت بتفكر في coherence على طول. طيب يبقى بيقول لك ان essay should be organized logically، يكون مترتب ترتيب او تنظيم منطقي بالترتيب. flow smoothly، ان الكلام يتنقل من فكره لفكره ثانيه بشكل سلس. وستيك توجذر، الكلام يكون له علاقه ببعضه، الكلام ملتصق ببعضه مش معناها لازق في بعضه، معناها يكون له علاقه ببعضه. طيب an essay should be written in generally correct standard، انك تكتب بلغه انجليزيه سليمه with complete sentences، وتكتب له جمل سليمه جمل كامله. and be relatively error free، ويكون الكلام اللي انت كاتبه ده ما فيهوش اخطاء. يبقى اول حاجه كده اول خاصيه من خصائص المقال احفظها، لازم تحفظ coherence، وcoherence دي لها علاقه بلوجيكالي وفلو سموثلي وستيك. الحاجه الثانيه والخاصيه الثانيه ديفلوبمنت، لازم الفكره اللي تكتبها تتطور. يعني تتطور، انت بقول لك ان كل باراجراف لازم شود سبورت او اكسباند ان ذا سنترال ايديا، انت بتكتب الفكره الرئيسيه وبعدين تبدا تطورها. يعني انت بتقول مثلا الكمبيوتر ده ليه عديد من المميزات وبعدين تفضل تحكي في المميزات دي، بتطور الفكره. طيب وعايز تفهم ان هو بيقول لك ايه سنترال ايديا، يعني فكره واحده، فكره واحده اساسيه. طب الفوكس التركيز، انك تركز على فكره واحده، حتى قال لك ايه سنجل كلير سنترال ايديا، يعني الراجل يستخدم لك كلمه سنجل وسنترال عشان ياكد لك انها فكره واحده. المقال بيكون فيه فكره واحده مش اكتر من فكره. طيب الحاجه اللي بعد كده اليونيتي، يونيتي لوحده الافكار، احاديه الافكار، الارتباط بين الافكار. لو انت قرات كده بيقول لك each paragraph in the essay should be related to the main idea، بمعنى انت كتبت فكره اساسيه مثلا عن استخدام الكمبيوتر، ما ينفعش ليك كاتب لي فكره عن استخدام الكمبيوتر وبعدين جيت تشرح لي عن الفضاء والذره، احكي، لازم يكون في ترابط. اللي عايزك تطلع بيه من الحوار ده كله كده انك تعرف ان المين ايديا والسنجل او سيرك وسنترال ايديا والسنترال ايديا، ان الافكار كل من الكلام ده كله كده بتكون فكره واحده في الباراجراف، ما يكونش في اكتر من فكره. رقم اثنين، انك تعرف ان الخصائص المقال الجيد رقم 1 2 3 4 اللي هو كوهيرنس ديفلوبمنت فوكس يونت، احفظ الكلام ده حفظ. طيب ايه الخطوات اللي انا بستخدمها عشان اكتب؟ انا عايز اكتب مقال دلوقتي، ايه اول حاجه بعملها؟ اول حاجه بعملها برين ستورمنج، وانا عاملها لك كابيتال كده عشان اقول لك ان دي اول خطوه. انا بقعد مع نفسي كده وامسك ورقه وقلم واقول انا عايز اكتب النهارده عن مثلا الحياه الاجتماعيه في الريف، هكتب كذا واكتب كذا. انا بعصر دماغي الاول، وبعد ما اعصر دماغي بستكشف عنوان، يعني بقول انا هكتب عن العنوان هيكون المشاكل الاقتصاديه في بلاد الهند مثلا. يبقى اول حاجه بتعمل عصر ذهني، تاني حاجه بتعمل سي ستيتمنت اللي هي التوبيك يعني اللي هتكتب عنه، وبعدين تبدا تكتب اوت لاين. ايه الاوت لاين ده؟ دي زي نظام المسوده اللي انت بتكتبها، هكتب كذا وكذا وكذا وتشخبط بقى. وبعد كده تبدا في كل باراجراف تكتبه لازم يكون في توبيك سنتنس، اول جمله في الباراجراف اسمها توبيك سنتنس، يعني الجمله الاساسيه في الباراجراف اللي انا هحكي لك عنها. طيب وبعد ما تكتب الجمله والباراجراف وتخلصه في الاخر خالص بتكتب كونكلوجن، بتكتب الخاتمه، الخاتمه دي بيسموها كلوزنج زي ما احنا خدنا في الفيديو اللي فات. وبعد ما تكتب الخاتمه وانت خلصت كتابه الباراجراف كده، اول حاجه تعملها قبل ما تنشر لازم تعمل ريفيجن وبروف ريد واديت، يعني تعمل مراجعه وتصحيح الاخطاء وتعدلها. يعني انا قرات الباراجراف مره ثانيه فطلع فيه اخطاء في الجرامر وطلع اخطاء في الافكار، فانا بعدلها واعمل لها اديت. اخر حاجه خالص تعملها ببلش. الخطوات دي لازم تبقى بالترتيب كده، ما ينفعش يكون في الاختيارات مثلا جايب لك ببلش وبعدين برين ستورم وبتختارها، لازم تعمل الترتيب ده، لازم تحفظ الكلام ده. طيب هنا كده اخر حاجه هتكلم فيها معاك دلوقتي، بقول لك ان جود كوهيجن او كوهيرنس يعني بيتم تحقيقه من خلال الاتي اربع حاجات او خمس حاجات. اول حاجه كده ريفرنس ووردز، هي الكلمات المرجعيه، ريبيتد ووردز او ايديز، انك تكرر الافكار وتكرر الكلمات بس بشكل مختلف، او انك تستخدم ترانزيشن سيجنالز اللي هي الاشارات المرجعيه والانتقاليه اللي هي مين هنقولها دلوقتي،
وسبستيوشن واليبسس. انت لازم تحفظ الكلمات دي كده. طب ايه الكلمات ديت؟ اول حاجه كده تعالى نشوف. بيقول لك الريبيتد words او ideas، بيقول لك one way to achieve cohesion is to repeat words، انك تكرر الكلمات، or repeat ideas using different words، او انك تكرر الافكار باستخدام كلمات مختلفه. ده عباره عن جزء من المقال في الكلمات مكرره. تعال نشوف كده، بيقول لك cohesion is an important feature of academic writing. الكوهيجن ده جزء من اساسي من الكتابه الاكاديميه. It can help ensure your writing coherence. خد بالك، قال لك cohesion وبعدين writing وبعدين قال لك writing cohesion، نفس الكلام متكرر. وبعدين بقى قال لك essay or report، المقال او التقرير اللي هم برضو فيهم راي اللي هم رايتنج. وبعدين important features، الخصائص الاساسيه. وبعدين key features، key features و important features نفس الكلام متكرر. important aspect يعني مظهر مهم، برضو كلمه important aspect هي في key feature هي important feature بس متغيرين. تعال نشوف تعليقه كده على الحته، بيقول لك في المقال ده كلمه cohesion is used several times، the word important features are also repeated. كلمه important features اتكررت بس باستخدام كلمات مختلفة، زي ما قلنا عليها مرة key features ومرة important aspects. طيب الحاجة التانية بقى reference words، بقول لك reference words دول هم الكلمات which are used to refer، انك تستخدمها عشان تشير إلى شيء which is mentioned، ذكر أصلا. reference يعني حتى أصلا reference من refer، انك تكتب كلمة تشير بها لكلمة احنا كتبناها قبل كده. لما تقولي مثلا في حاجة I met my sister yesterday she was happy، she دي عايدة على مين؟ على أختي، فدي اسمها reference words. طب بص كده لما نشوف الحته دي هنا في المقال فين. cohesion is important feature academic writing. it ادي عايد على مين؟ على الكوهيجن، يبقى دي reference to cohesion. وبعدين بقول لك that your writing coherence or sticks together which will make which والذي سوف يجعلها سهله، اللي هو مين؟ الكوهيجن برضو. the first of these، اول اولئك الاشياء، اللي هو قال لك بص كده بقول لك you can achieve good coherence by paying attention to five important features، انك تهتم بخمس مظاهر، اولها كذا، ثانيها كذا، رابعها كذا، يبقى انت بتشير باستخدام كلمه ثانيه. الحاجه اللي بعد كده اللي هي ترانزيشن سيجنالز، دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده، يعني اكتر حاجه بتيجي في اسئله الامتحانات اللي احنا بنحلها. الترانزيشن سيجنالز كولد كوهيسيف ديسيف ديفايسز اور لينكينج ووردز، يعني الكلمات دي كلها كده بنفس المعنى، لينكينج ووردز او كوهيسيف ديفايسز او ترانزيشن سيجنال، الثلاث كلمات دول بنفس المعنى ولازم تحفظهم، لو ما حفظتهمش هتنسى. دول بيقول لك هم كلمات او عبارات بتشير الى العلاقه بين الكلمات وبعضها. بمعنى كلمه زي كلمه فور اكزامبل على سبيل المثال بستخدمها علشان اعطي امثله. طب ان كونتراست او بات او هاويفر بستخدمها عشان كونتراستنج اور اوبوزيت ايدياز. كلمه فيرست وسكند وثيرد دول عشان اقول لك ان ده اول حاجه في القائمه، دي تاني حاجه في القائمه. طب از ريزلت كنتيجه لذلك، ده عشان نبين التاثير. الجمله دي الباراجراف نفسه اللي احنا قراناه قبل كده نفس الباراجراف فيه الكلمات دي. تعال نشوف كده، بيقول لك هنا بيقول لك you can achieve cohesion by paying attention to five important features. The first هي موجودة هنا في الجملة برضو، the first، وبعدين the second، وبعدين the third، وبعدين the fourth، دول كلهم كده اسمهم ايه؟ transition words. طيب بعد كده بقى substitutions. ايه substitutions ديت؟ بيقول لك ان دي كلمات مع بستخدمها عشان احل محل كلمة او اكثر. بمعنى ايه برضو؟ مش فاهم، اقرأ كده معايا الجملة دي. drinking الكحول، انك شرب الكحول ده before driving is illegal in many countries، شرب الكحول قبل القياده ده شيء محرم في معظم الدول. since لان doing so القيام بذلك، كلمه doing so القيام بذلك، بدل ما تقول لي since drinking alcohol before driving، بدل ما تكتب الجمله كلها استخدمنا الكلمه دي، يبقى كلمه substitution دي معناها كده. اخر حاجه معانا الالبسس ديت، بقول لك ان هي معناها leaving out one word or words، انك تحذف كلمه او كلمات لان المعنى اتفهم من غير ما نكتبهم. طب زي ايه مثلا؟ هنا في الجمله دي مثلا انت لما قلت لي the force يعني الرابعه، بدل ما تقول لي the force aspect انت شلت كلمه aspect، او the force feature انت شلت برضه كلمه feature، انت شلتها ليه؟ لانك انت اصلا معروفه من النص. انت لما تقول لي مثلا yesterday I met five friends، انا قابلت خمس اصدقاء. the first بدل ما تقول the first friend، وبعدين تقول لي the second بدل ما تقول the second friend. طيب يبقى انا كده يا شباب اتفقنا على مبدا ايه هو؟ تعال نجيب من الاول كده سريعا سريعا سريعا، ايه هي عناصر او خصائص المقال الجيد؟ يكون في اتساق او ترابط من خلال اللوجيكال وفلو سموث وستيك، ديفلوبمنت وفوكس ويونيتي، ان يكون في سنترال ايديا وبعد كده نطور نفس الفكره ويكون فيها فكره واحده. طب ايه الخطوات؟ تعمل برين ستورم، وبعدين تبدا تعمل السيز او التوبيك تفكر فيها، وبعدين تبدا تكتبها، وبعدين بعد ما تكتبها تكتب، وانت بتكتب تكتب اول جمله في الباراجراف تكون جمله اساسيه، وبعدين تبدا تطورها. بعد ما تخلص كتابه خالص بتعمل كونكلوجن، وبعدين دي كده انت خلاص كتبت الدرافت. اعمل ايه بعد كده؟ اراجعها كويس عشان ااكد على ان مفيش اخطاء في الجرامر، واعدلها بعد ما اراجع،
وفي الاخر خالص بنعمل ببلش بلانشر. طيب ازاي احقق الكوهيجن والكوهيرنس من خلال الاربع حاجات دول؟ ريفرنس ووردز، الكلمات المرجعيه زي ما اتفقنا، انك تستخدم كلمه ات لما تقول اي ميت ماي براذر، هي كلمه هي عايزه على ماي براذر. طب ريبيتد ووردز او ايدياز، انك تستخدم كلمات وافكار متكرره زي ما كنا بنقول مثلا there are many important aspects of كذا، وبعدين بدل aspects تحط features، وبعد features تحط فيه shapes. طيب transition signals اللي هي الكلمات الاشاريه او الانتقالات الاشاريه اللي هي كلمه first وsecond وbut وhow وwhen. substitutions اللي هو الاحلال، انك انت بتحل بكلمه مكان كلمه تانيه. طب الالبسس دي انك تستغني عن كلمه اصلا اتفهمت من النص، بدل ما تقولي اشتريت خمسه اشياء الشيء الاول، لا بدل ما تقول الشيء الاول بتقول الاول. انا عارف الكلام ده صعب عليك، الكلام ده كنا بندرسه في الجامعه وانا اعذرك، ولكن لازم تعرفه، لازم تعرفه. طب ما انا هنساه يا مستر، ما انا مش هسيبك كل يوم هحكي لك نفس الحوار ده، كل ما نيجي عندها احكيها لك. تعال بقى نحل السؤال، بيقول لك وين سنتنس ستيك توجذر، لما الكلمات الجمل تبقى ستيك. انت شفت كلمه ستيك دي فين يا صديقي؟ لما كنا بنحكي عن كوهيرنس. طيب بيقول لك بقى لما الجمل ستيك توجذر، يعني يلتصق في بعضها البعض، ايه اللي بيحصل؟ ات ميكس اول يور ايدياز انتو وان، بتخلي الافكار كلها بقت فكره واحده. ولا ات كونفيوز ريدر، بتربك القارئ. ولا ات ميكس يور ايدياز فلو ان لوجيكال اوردر، فاكر انت فلو لوجيكال اوردر دي ستيك، دي يعني كوهيرنس، يبقى رقم بيها على طول وانت مغمض عينك. طيب بعد كده which kinds of ways can be helpful to achieve coherence، ايه الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نحقق الكوهيرنس، الاتساق. use transition signals to link ideas، او احنا قلنا transition دي منهم لو انت فاكر، كانت transition من بينهم. الحاجة التانية ان احنا بنكرر الكلمات، يبقى repeat key nouns and use consistent pronouns، دي برضو منهم رقم B. لو انت مش فاكر ارجع دقيقة واحدة بس في الفيديو كده هتلاقيهم مكتوبين ورا بعض. rewrite topic sentences with a number of examples، انك تكتب العنوان باكتر من مثال، العنوان نفسه تفضل تكتب فيه طول النهار، يبقى دي لا مش معانا، يبقى الاجابه كده A and B. طب which of the following is correctly structured، ايه من دول تم عمل structure سليم ليها. I will inform them this، بدايه قبل ما احل الجمله دي، كلمه يخبر يعني inform. طب يخبر شخصا بشيء، يبقى عايزك تاخد حرف الجر مع inform of دايما، inform someone of something. اكتب دي لحظه، تركيبة الجملة بتاعت inform دي كالتالي، inform يعني يخبر شخصا بي شيئا، يبقى inform شخص of شيء، او inform مفعول of شيء. اول واحدة I will inform them this، لا غلط. طب ما انا لو ترجمتها يا مستر انا سوف اخبرهم ذلك، الترجمة العربي حلوة لكن التركيبة بتاعت القاعدة اللي مع inform شخص of شيء، I will inform this them برضو غلط، I will inform this to لا of، احنا محتاجين to of معاها مش to. I will inform them of، بص inform المفعول of الشيء، يبقى رقم دي اللي صح. طيب بعد كده رقم 48 بيقول لك choose the sentence that is correctly punctuated، اختار الجمله اللي تم الترقيم بتاعها بشكل سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الجمله اولها كلمه after رابط، فانا محتاج نص الجمله يكون فيها كومه، واخر الجمله نقطه. after you finish your homework if after you finish your homework you can play football، ادي كومه هنا في نص الجمله واخر الجمله نقطه، يبقى الاولانيه دي هي اللي حلوه زي الفل، بس انا عايز اشوف التانيه اللي غلط. after you finish your homework ما فيش كومه هنا، لازم اعملها. طيب after you finish your homework comma you can play football، بس هنا جاب لك exclamation mark، دي جمله خبريه محتاجه نقطه مش exclamation mark. after you finish your homework you can play football وسؤال، هو ده سؤال، يبقى الاولانيه بس اللي صح والباقيين كلهم غلط. you should include a throughout your essay to be coherent، عشان المقال يكون coherent يعني متناسق مع بعضه كده ومتسق ومتلاصق، لازم استخدم ايه؟ conclusions خاتمه لا، thesis يعني عبارات، topics يعني لا، الترانزيشنز احنا قلنا احنا بنستخدم اكتر من حاجه، فاكرهم؟ افكرك بيهم تاني معلش سريعا في لحظه واحده افكرك بيهم. حاجات قدامك تاني اهو، ريفرنس ووردز، ريبيتد ووردز او ايدياز، ترانزيشن سيجنالز، وسبستيتيوشنز، واليبسس، لازم تحفظهم بالله عليك عشان خاطري. يبقى احنا هنا قلنا مين استخدمنا ترانزيشن ووردز، طبعا انتدكشن مقدمه. سبورتنج سنتنسز ار يوزد افتر ذا، السبورتنج سنتنس دي الجمل الداعمه والمؤيده بستخدمها بعد ايه؟ بعد التوبك على طول، بكتب التوبك واروح كاتب. عايزك تفهم حاجه، ان التوبك سنتنس دي مش مقصود بها الموضوع الاساسي بس، لا انت كتبت باراجراف كده مثلا على سبيل المثال، ايه مكون من ادي باراجراف وده الثاني وده الثالث وده الرابع، كل باراجراف من دول لازم يكون بادئ بتوبك سنتنس. يعني على سبيل المثال الباراجراف الاولاني ده هحكي فيه عن مميزات، والباراجراف الثاني ده هحكي فيه عن عيوب، والباراجراف الثالث ده عن مشكله، وده عن حل. الميزه نفسها اسمها توبك سنتنس، وبعدين ابدا اشرحها عملت ايه في الناس. العيب نفسه هكتب توبك سنتنس وبعدين اكمله، يبقى توبك سنتنسز، وكده خلصنا الامتحان. انا عارف الفيديو ده هيكون اطول فيديو تقريبا في الامتحانات، بس عشان خاطر استحمله، علشان احنا محتاجين نعمل دعم كده للحاجات دي، الحاجات دي بتتنسي بسرعه برغم انها سهله وتافهه، ان شاء الله رب العالمين لن تكون صعبه، ومش هنسيب حاجه غير لما نحللها. احنا رجعنا وبقوه ومع بعض ان شاء الله هنقفل اخر السنه.
together we can. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.